قيم ضاربة في أعماق التاريخ ومبادئ أساسها تهذيب السلوك وتزكية النفوس، هي طريقة القادرية التي يعود تاريخ تأسيسها بمدينة الرويسات بورغلا إلى أواخر سنة 1851. طريقة يعني كما تعلمون من أقدم الطرق يعني في العالم العربي والإسلامي، أسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، يعني بالسند المتواتر من شيخ إلى شيخ، يعني منذ تأسست هذه الطريقة فالتواصل موجود. كما تستعد الزاوية القادرية هذه الأيام لاحتضان الملتقى الرابع للطريقة بشعار الطريقة القادرية والوحدة الوطنية. والملتقى يندرج والله ياخذ الطابع العلمي أكثر منه طابع روحي، والطابع العلمي الأكاديمي الذي سينعقد في دار الثقافة المفتي زكريا، وعلى هامش هذا الملتقى سيعقد في الزاوية القادرية بعض اللقاءات الثقافية والروحية والاجتماعية كالابتهالات القصد إلى غير ذلك على المشتقى بمقر الزاوية. في طبعتها الرابعة يهدف ملتقى الطريقة القادرية حسب شعار مخصص له إلى تحصين الوطن من المكائد التي تتربص به، بحضور شخصيات دينية من الأزهر والزيتونة، يتقدمهم في هذا مفتي بيت المقدس والذي سيؤم المواطنين هذا الجمعة.